العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيها. استمرار موجة الغضب ضد عنف الشرطة الأمريكية. ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن. عمدة نيويورك يرفع حظر التجول، ومتظاهرون أوروبيون ينتفضون ضد العنصرية. قتال في ليبيا على محاور عدة. قوات الوفاق ترسل تعزيزات نحو سرت، وحملة روسية لتجنيد سوريين للقتال، ودعوة أممية للحوار. جبهات مشتعلة في اليمن، معارك كر وفر بين الجيش اليمني وقوات الانتقالي في جعار. القوات الحكومية تستولي على أسلحة للحوثيين في مأرب، وغارات للتحالف على صعدة. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ العربي اليوم مع تداعيات مقتل جورج فلويد والاحتجاجات المصاحبة للحادثة حول العالم. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الحرس الوطني من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة على حد تعبيره. وأوضح ترامب خلال تغريدة له على تويتر أن قوات الحرس بإمكانهم العودة إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن عدد المتظاهرين بدأ بالتناقص. أعلن بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك إنهاء حظر التجول الذي فرض بعد الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها الشوارع الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد. يأتي هذا بعد أن سادت حالة من الهدوء في شوارع نيويورك في ظل الحظر الذي فرضته السلطات الأمريكية. وكان مشرعون من المدينة قد طالبوا بإنهاء حظر التجوال، لافتين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهروات لمواجهة المتظاهرين. هذا وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدا بالعنصرية، وانطلقت المظاهرات من نقاط عديدة في العاصمة قبل أن تلتقي عند البيت الأبيض. كما خرجت المظاهرات في عدد من الولايات تنديدا بعنف الشرطة وللمطالبة بتحقيق العدالة في قضية جورج فلويد. كما لم تشهد المدينة منذ فترة طويلة، امتلأت الساحات بالمتظاهرين، لافتاتهم توجه رسائل إلى صانع القرار، وحناجرهم تصدح بما تحمله ذاكرة جمعية ترى في العنصرية جزءا من الحياة اليومية للأمريكيين من أصول أفريقية. إذا كنت صامتا وتقول أنا لا أقوم بأي شيء، فأقول لك الصمت يعني الموافقة، فالناس يقررون ما هو شكل العالم الذي يريدون العيش فيه. سئم هؤلاء من وضع يعامل فيه الأمريكي من أصول أفريقية على أساس لونه وهو في قبضة الشرطة. كفى، يقولون وهم يحملون رسائلهم من شارع لآخر، علها تصل فتصنع تغييرا. غطت التظاهرات شوارع العاصمة الأمريكية، صدحت حناجر المتظاهرين بهتافات تنبض العنصرية، وحملوا لافتات تدعو إلى تحقيق العدالة. للمتظاهرين هنا هي حملة بدأت ولن تتوقف. بعضهم شارك في كل التظاهرات وصولا إلى ما يمكن أن يكون أكبر مظاهرة ضد العنصرية تشهدها العاصمة. أنا هنا كل يوم منذ الجمعة الماضية، وكان عددنا قليلا حينها. يوم بعد يوم يعلو صوتنا ويزداد عددنا، ومهمتي هي البقاء هنا ومساعدة الجميع. تحول مقتل جورج فلويد إلى قاعدة ينطلق منها المناصرون للمساواة والعدالة، فمقتله يعكس ما يراه الأمريكيون من أصول أفريقية واقعا يعايشونه كل يوم. أنا هنا ليس فقط لدعم جورج فلويد، ولكن من أجل العدالة حول العالم. هناك عنصرية ووحشية نعيشها لسنوات، وأخيرا يتم تسليط الضوء عليها. أريد أن أدعم أخواتي وإخوتي. دعم يحصل عليه المتظاهرون الآن حتى من قادة بمن فيهم أعضاء في الكونغرس، لكنهم يريدون أكثر من ذلك. يريدون تشريعات وإجراءات
تساعدهم في تخطي عقود من المعاملة غير العادلة، ومحاكمة المتورطين من أفراد الشرطة في أعمال عنف ضد الأقليات. يريدون مساواة لم يعيشونها برغم إقرارها في القوانين والدستور. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية، ومن نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. أبدأ معك ريما، وهل بالفعل بدأت عملية انسحاب طبعا الحرس الوطني من العاصمة، وأيضا هل بدأت بالتناقص أعداد المتظاهرين كما أشار الرئيس ترامب؟ إن الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن أعداد المتظاهرين التي لم تكن كما كان متوقع لها، يشير إلى تظاهرات البارحة، ومع ذلك كانت أكبر تظاهرة تشهدها العاصمة الأمريكية التي تنبض العنصرية، مناهضة للعنصرية. الأعداد كان متوقع لها أن تكون أكثر من ذلك بكثير، ولكن يبدو أنها بقيت تحت العدد، تحت 200 ألف متظاهر. كان المتوقع أن يكون هناك نحو 250 ألف متظاهر. الرئيس الأمريكي في تغريدة قال أنه أمر بانسحاب الحرس الوطني من العاصمة الأمريكية، ولكن لم يشر إلى متى سيتم ذلك الانسحاب. البعض يتحدث كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن أن ذلك سيبدأ ربما غدا الاثنين. بكل الأحوال أيضا الرئيس الأمريكي لم يتحدث ما هي أو من هي القوات الحرس الوطني التي ستنسحب، بمعنى أنه عندما بدأت هذه الأزمة وبدأت التظاهرات تم نشر نحو 5000 عنصر من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية، 3000 أو 3900 منهم من 11 ولاية أمريكية. غير معروف ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى 3900 عنصر سيتم إعادتهم إلى ولاياتهم، أم أيضا يقصد باقي العناصر التي نشرت في العاصمة الأمريكية وكانت من قاعدة أمريكية. هذا ما لم يفسره الرئيس الأمريكي، وما زال قيد التكهن في الشارع الأمريكي أيضا. شكرا لك ريما. سننتقل إلى نيويورك إلى مراسلنا نبيل هناك. كيف يبدو المشهد لديك نبيل؟ هل ما زالت تحافظ على هدوئها بعد رفع حظر التجوال المستمر منذ نحو أسبوع؟ نعم، نتوقع حشود احتفالية مساء اليوم، إذ أن هذه الليلة ستكون أول ليلة من دون حظر تجول في نيويورك. نحن يعني مساء يوم أحد عادة تكون المشاركة. يبدو أننا فقدنا الاتصال بنبيل. شكرا لك على أي حال نبيل أبي صعب مراسلنا في نيويورك. وأيضا عاد نبيل. نبيل تسمعني؟ نعم أسمعك بوضوح. إذا كنت تسمعين نعم أسمعك بوضوح. فإذن على المستوى السياسي، عمدة نيويورك إضافة إلى رفع الحظر استجاب بمطالب أخرى، إذ أعلن أن ميزانية الشرطة في نيويورك سوف تخفض لصالح برامج اجتماعية تدعم الوظائف وفرص التعليم للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، وخصوصا من الأقليات. هذا يعتبر انتصار حقيقي وبداية تطبيق لشعارات التظاهرة المستمرة التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر في نيويورك بشكل يومي. وأيضا نيويورك تطمح لأن تتولى موقع القيادة على مستوى التغيير بالنسبة للسلطات المحلية على المستوى الفيدرالي. هناك عدد من اتحادات ونقابات العمال والنقابات الأخرى، إضافة إلى تحالفات مدنية ودينية تجري اتصالات واجتماعات انطلاقا من نيويورك بهدف تعميم التجربة، وأيضا رفع مطالب بإحداث تشريعات جديدة في الكونغرس الأمريكي تتعلق بصلاحيات الشرطة وكيفية تعامل الشرطة مع الحالات المدنية بما يحافظ على حقوق المواطنين. هذه بوادر إيجابية يعني تم الترحيب بها من الكثيرين هنا كما نلاحظ عبر السوشيال ميديا، وسوف ننقل الصورة حية من الشارع في نيويورك مساء اليوم في الليلة الأولى لرفع الحظر ابتداء من 8 مساء، وهو كان يفترض أن يكون يوم حظر آخر في نيويورك.
سنتابع معك كل المستجدات نبيل، شكرا لك على هذه الإحاطة، وشكر موصول أيضا لمراسلتنا في واشنطن ريما أبو حمدي. أوروبيا، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين البريطانيين أمام مقر الحكومة بعد وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة لندن، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها شعارات منددة بالعنصرية ومنادية بالمساواة والحرية تضامنا مع المحتجين في الولايات المتحدة الأمريكية. بحت صرخة جورج فلويد فبعثت في حناجر آلاف السود الأوروبيين، تعكس وجوههم نور حقيقة طالما خبروها في محطات شتى. ظلمة الإجحاف على يد السلطات لم تسلم منها أعناق الكثيرين وهم يمثلون الملايين من سكان أوروبا. تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أصدرته قبل نحو سنتين أظهر أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء يواجهون تمييزا منتشرا عبر دول الاتحاد. تضيق عليهم الأرض وإن رحبت بغيرهم، فهم يحصلون على أماكن سكن أسوأ ووظائف أدنى شأنا من البيض وفق التقرير. فنحو 45% من السود في أوروبا يعيشون في مساكن مكتظة مقارنة بنحو 17% من إجمالي السكان، بينما يمتلك نحو 15% فقط منازل مقابل نحو 70% من سكان القارة العجوز. شاخ قلبها ولا يبدو أنها قادرة على العدالة في توزيع العطف، فصغار السن من أقلية السود فيها عرضة للتمييز في أماكن العمل، وما يصل إلى نحو 76% منهم لا يعملون ولا يتلقون تعليما أو تدريبا في بعض دول الاتحاد الأوروبي. وإن تخلص أجدادهم من أغلال العبودية لدول استعمرتها أوروبا، غير أن أطياف قيودها تبدو عالقة بأطراف حريتهم، وعناصر الأمن الأوروبيين يوقفون نحو 24% من السود، حيث عانى واحد من كل 3 أشخاص سود من مضايقات عنصرية في السنوات الخمس الماضية. التشريعات التي اتسعت في أوروبا لحماية حقوق الحيوان لا يبدو أنها اتسعت لتشمل كل بني الإنسان على أرضها، ما ضيع على الأقليات حقوقهم الأساسية وجعلهم عرضة للتمييز العنصري بلا حسيب. مهمة حياة السود، كأن دمهم ليس دما وأيامهم لا تستحق أن تعاش، يجمعون شتات أنفسهم المبعثرة بمواقف عنصرية منغصة، يخرجون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يصطدمون من جديد بعصي رجال الأمن، كأن سجل الحريات بالأمس فتح وكأنما الرقيق لم يحرروا، يعلون الصوت جماعات مخافة أن يستأسد بهم الصوت فرادى. نقل الحريات وحقوق الإنسان أن شئت من أوروبا وغيرها، ما احترام الكينونة الإنسانية إلا بقوانين وضوابط لا تشج رأسها رصاصة طائشة ولا تخنق رئتيها ركب جائرة. وينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن مراسلنا صابر أيوب، وأيضا من مدينة البندقية في إيطاليا مراسلنا محمد الغزو. أهلا بكما صابر، أبدأ معك، وأين وصل المتظاهرون في سيرهم اليوم في العاصمة البريطانية لندن؟ نعم، لم يدم مكوثهم طويلا أمام السفارة الأمريكية وانتقلوا سريعا إلى هنا، احتشدوا بساحة البرلمان بميدان البرلمان كما ترى، وهو ميدان يعج بالرموز، الرموز النضالية، من بينهم إبراهام لينكولن على الجهة، تمثال إبراهام لينكولن وتمثال نيلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد التمييز العنصري، وأيضا غاندي رمز الكفاح التحرري، بالإضافة إلى تمثال تشرشل وغيرهم من قادة بريطانيا. البرلمان في الجهة الأخرى كما يظهر، وقد حدثت لي الآن حدثت بعض المناوشات بين الشرطة وبين متظاهرين. كل هذه الساحة كانت مملوءة، الآن بدأت الجموع تفرغ وتذهب إلى تذهب إلى بيوتها، لكن في الجهة الأخرى لساعة البيج بن الشهيرة تمتد الحشود تحاول الوصول إلى جادة الوايت هول.
هول حيث مقر رئاسة الوزراء البريطانية التي شهدت بالأمس أو المدخل شهد المدخل بالأمس مناوشات وأعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين ما أدى إلى إصابة 14 شرطيا واعتقال 14 أيضا من المتظاهرين. الشرطة الآن متواجدة بقوة في الجهة الأخرى تحاول منع ما تبقى من الحشود في هذه الساحة من التوجه إلى داونينج ستريت مقر رئاسة الوزراء البريطانية خشية أن تحدث أو تتكرر نفس المواجهات التي حدثت بالأمس. المطالب هي ذاتها وواضح جدا أن مكوثهم القصير أمام السفارة الأمريكية وبعد ذلك مجيئهم إلى هنا واحتشادهم لساعات بهذا المكان بالذات أن مطالبهم محلية، صحيح أنها تضامنية مع ما يحدث في الولايات المتحدة لكنها محلية أكثر، ضد التمييز في هذه البلاد، ضد اللامساواة في هذه البلاد وعدم تكافؤ الفرص على جميع الأصعدة في السكن، في الصحة، في التعليم. كما تحدثنا إلى كثيرين هنا، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ لماذا تتظاهرون؟ والتظاهر كان ينبغي أن يكون أمام السفارة الأمريكية حيث أن الحادثة وقعت هناك في الولايات المتحدة. فأغلبهم أجابوا أيضا أن الحال لا يختلف هنا كثيرا مع عدم المساواة على جميع المستويات. شكرا صابر. هل محمد الحال يختلف في إيطاليا؟ الإيطاليون خرجوا اليوم أيضا ضد العنصرية، دعنا في تفاصيل هذه التظاهرة والعناوين الرئيسة لها. نعم، التظاهرة كانت في روما في ساحة الشعب، ساحة الديل بيبولو، خرج ما يقارب 3000 شخص للاحتجاج ومناهضة العنصرية وحزنا أيضا على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد. وكانت هناك شعارات ولافتات رفعت باللغة الإنجليزية كتب عليها لا للعنصرية، حياة السود مهمة، نعم للعيش بأمان، لا للفاشية. أيضا على ما يبدو أن مظاهرة اليوم كانت ردا على مظاهرة يوم أمس في روما مساء يوم أمس، وكانت مظاهرة تدعو إلى الفاشية وتدعو إلى العنصرية وتدعو إلى محاربة الأجانب ومحاربة الديمقراطية أيضا هنا في إيطاليا. ولكنهم اصطدموا مع الشرطة، وكان يوم أمس يوم عنيف في اصطدام هؤلاء المتطرفين اليمينيين مع الشرطة. ولكن مظاهرة اليوم كانت ما يقارب 3000 شخص، وقد كانت سلمية إلى أبعد الحدود، وكان هناك تعاون من الجهات المحلية والأمن والشرطة في تسهيل مهمة هذه المسيرة، حيث نظمتها جمعيات حقوقية وجمعيات مناهضة للعنصرية وجمعيات المجتمع المدني، ولقت أصداء إيجابية واسعة من قبل المجتمع المدني والأحزاب الإيطالية، أهمها الحزب الديمقراطي الذي وصف بأن شتان ما بين مظاهرة الأمس ومظاهرة اليوم. مظاهرة اليوم كانت إنسانية وكانت ديمقراطية وكانت سلمية، وتدعو على الفخر لجميع الإيطاليين، إلا أن مظاهرة الأمس كانت معيبة وعودة للتاريخ البغيض وعودة للفاشية، وهذا هو غير مقبول هنا في إيطاليا في عموم إيطاليا. شكرا لك محمد الغزو، مراسلنا في إيطاليا على هذه الإحاطة، وشكر موصول أيضا لمراسلنا في لندن صابر أيوب. إلى ليبيا، حيث بدأت حكومة الوفاق الوطني بإرسال وحشد مزيد من القوات على ضواحي مدينة سرت شرق ليبيا لاستعادة السيطرة عليها من عدة محاور. وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن شن غارات دقيقة في محيط قاعدة القرضابية وقلب مجمع وقادو قو بسرت. ذكرت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق استعادة السيطرة على منطقة الوشكة المحيطة بسرت والتقدم نحو منطقة بويرات الحسوان التي تبعد 95 كيلومترا عن المدينة.
وفي نفس السياق أكد إبراهيم بيت المال قائد غرفة عمليات سرت والجفرة أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يدعم العمليات العسكرية في وسط وشرق البلاد لاستعادة السيطرة كاملة من قوات حفتر. أطلقت قوات الوفاق عملية دروب الانتصار. سرت هي الوجهة الأولى والجفرة في مقام ثاني. تقدمت قوات الوفاق نحو مناطق الوشكة والبغلة وبيرات الحصون وبوابتي 50 و30 ووصلت طلائع قواتها إلى وسط سرت وأسقطت قواتها طائرة مسيرة تابعة لحفتر. تقدم سريع لا تفسره للطول لقوات الوفاق فحسب بل تحدث عنه أرض سرت نفسها التي تعرفها قوات الوفاق جيدا. هناك دحرت قوات الوفاق إرهاب تنظيم الدولة عام 2016 وهناك كذلك تستعد لدحر ما تعتبره إرهابا من نوع آخر. على وقع انتصارات عسكرية متتالية تطل حكومة الوفاق بينما يتطلع معسكرها إلى أن تستثمر هذه الانتصارات بما لا يبدد التضحيات. إلى ذلك دعت البعثة الأممية إلى ليبيا إلى وقف إطلاق النار من أجل استئناف المحادثات بين الأطراف المتنازعة. وأكدت البعثة الأممية استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها. واختتمت البعثة بيانها بتذكير جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية. وينضم إلينا خليل كلاعي مراسلنا في ليبيا والموجود حاليا في تونس. أهلا بك خليل، كيف يبدو المشهد الميداني في البلاد في ظل هذه التعزيزات لحكومة الوفاق باتجاه سرت؟ وهل من صدى للدعوة الأممية من أجل وقف إطلاق النار خليل؟ نعم يسام، الوضع في حالة ترقب. قوات حكومة الوفاق الوطني دفعت بمزيد من التعزيزات إلى محيط وسط مدينة سرت. منذ قليل كانت هناك ضربات جوية تنفذها سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني استهدفت قاعدة القرضبية الواقعة إلى جنوب من وسط سرت بنحو 20 كيلومتر، واستهدفت كذلك وخاصة مجمع وقادوغو. هذا المجمع شديد التحصين داخل مدينة سرت والذي تتمركز به قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. إذا طالما أن هناك ضربات جوية بعد هدوء دام بضع ساعات نحو 10 ساعات تقريبا في العمليات العسكرية في محيط سرت، طالما أن هناك ضربات جوية فمن المرتقب أن يكون هناك تقدم عسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني صوب وسط سرت. للتذكير فأن قوات حكومة الوفاق تقول أنها تقدمت بواقع 100 إلى 130 كيلومترا باتجاه سرت، سيطرت على منطقة الوشكة أو المنطقة الممتدة من الوشكة إلى البغلة جنوبا وكذلك على منطقة بيرات الحصون. للتذكير فأن منطقة الوشكة هي المنطقة التي شهدت اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ فبراير الماضي، لأن تسيطر عليها حكومة الوفاق، تتجاوز كل هذا النطاق الجغرافي لحدود بوابة 30، تقترب من وسط المدينة. وفي ظل عملية القصف الجوي المركزة فإن عملية عسكرية مرتقبة، عملية عسكرية صوب وسط مدينة سرت وتستهدف كامل الحدود الإدارية للمدينة تبدو وشيكة جدا. شكرا جزيلا لك خليل الكلاعي مراسلنا، كنت معنا مباشرة من تونس. دعت الجزائر الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها إن الجزائر بذلت جهودا على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار. وشدد البيان على تمسك الجزائر بالحوار الشامل لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. قالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية ومصدر إقليمي مطلع تسارع وتيرة حملة روسية لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا لصالح خليفة حفتر خلال شهر مايو أيار الماضي.
كما ذكرت مصادر المعارضة السورية ومصدر إقليمي مطلع لوكالة رويترز أن شركة فاغنر جروب للتعاقدات العسكرية تتولى ترتيب التعاقد تحت إشراف الجيش الروسي. وقال عضو سابق بشركة فاغنر جروب إن الشركة أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى في العام 2019، وهذا ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية أو شركة فاغنر جروب حول تجنيد المقاتلين السوريين. وللحديث أكثر عن التطورات الليبية ينضم إلينا من تونس بشير أجويني الباحث المتخصص في الشأن الليبي. أهلا وسهلا بك أستاذ أجويني. مراسلنا أطلعنا الآن بأن قوات حكومة الوفاق تقدمت نحو 130 كيلومترا نحو مدينة سرت، وهذا تقدم كبير في يوم واحد. كيف تفسر لنا هذا التقدم السريع نحو سرت، وما هي الأهمية الاستراتيجية لسرت إن تمت السيطرة عليها؟ شكرا لكم، تحية لكم ولكل المشاهدين. أعتقد أنه على كل حال الجانب العسكري الذي تم الحديث عليه سواء في تقريركم كما ورد ولا في غيره من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، الجانب العسكري أو العمليات العسكرية في جزء كبير منها أعتقد أنها انتهت في المنطقة الغربية. الهزيمة واضحة لقوات حفتر التي تقدمت في 19 أبريل من السنة الفائتة، يعني بعد أكثر من سنة. هناك هزيمة واضحة يجب الاقرار بها بين القوات التي أرادت أن تدخل إلى طرابلس. الملاحظة الثانية، هناك تقدم ميداني واستراتيجي لقوات الوفاق الوطني سواء في المدن السبعة التي استرجعتها على ساحل الغربي انطلاقا من طرابلس باتجاه الحدود التونسية، أو في قاعدة الوطية القاعدة المحصنة جنوب العاصمة طرابلس، وأيضا وهذا الأهم بقية المدن وأهمها ترهون التي كانت في الأخير التي تم استرجاعها لسان حكومة. الملاحظة الثالثة التي يمكن استنتاجها اتلاقا من الملاحظتين الأولتين أنه حكومة الوفاق الوطني سعت إلى إرجاع هذه المدن كما تقول هي وكما ورد في أدبياتها وأدبيات قوات حسام تاليها إلى حضن الوطن، إلى حضن ليبيا، بأقل الخسائر المادية الممكنة والأرواح، وهذا رأيناه في الوطية، رأيناه في ترهونة. طيب أستاذ جويني، في مجمع وقدبو وما بعد ذلك إلى سرت. طيب، سرت وقاعدة الجفرة هما نقطتا ارتكاز مهمة جدا بالنسبة لقوات حفتر. ما الذي سيعنيه السيطرة على هذين النقطتين من قبل حكومة الوفاق، وماذا بعد هذه السيطرة؟ ما الذي تتطلع إليه حكومة الوفاق بعد ذلك؟ لما نتحدث على سرت نتحدث على زوز أو اثنين مواضع مهمة جدا. أولا نتحدث على قاعدة القرضبية، وثانيا نتحدث على قاعدة الجفرة. القاعدتين ما عندهمش نفس الأهمية، ما عندهمش نفس يعني الوزن العسكري. الجفرة طبعا أهميتها أكثر من ناحية إيواءها للطيران وغيره من خطوط الإمداد. القرضبية أقل، لكن في كل الحالات أعتقد أنه السيطرة على هذه القاعدتين او قاعده منهم يعني قطع خطوط الامداد بشكل كلي عن حفتر، خاصه اذا ما اضفنا الى ذلك انه يعني منابع النفط واليوم حقل الشراره رجع الى العمل. يعني حفتر تجرد يوما بعد اخر من ادوات فعله سواء في المنطقه الغربيه او حتى في العمليه العسكريه او حتى في العمليه السياسيه، بعيدا عن المسرحيه التي تم اخراجها في مصر قبل يومين والتي كان بطلها السيسي وأكيد صلاح و طيب. الطرفان أستاذ جويني أبلغا البعثة الأممية منذ أيام على موافقتهما على استئناف المفاوضات، وإذ بنا نرى بأن حكومة الوفاق تحقق مزيد من التقدم العسكري نحو الوسط الليبي. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل تحاول حكومة الوفاق حصر قوات حفتر في المنطقة الشرقية، أي ما قبل ما حصل في سبتمبر عام 2016، ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات؟ لا شك أن طاولة المفاوضات والعودة إليها يرجع إليها بقوانين جديدة. يعني القوانين ما قبل سقوط الوطية ومدن الساحل الغربي وهذه التقدمات في ترهونة، سقوط ترهونة وما ننتظره في سرت وبقية المدن سيغير بشكل أساسي قوة كلا الطرفين. أعتقد أن حفتر الآن في تراجع عسكري وميداني وحتى
على يعني فوضى داخليه في معسكر حفتر، سواء فيما يتعلق بعجيله صالح والانباء اللي حثت على محاوله اغتياله من قبل يعني حفتر او غيرها من هذه الانباء اللي تعكس ان المعسكر في حفتر بدا يعني معسكر. طبعا هو لما نقول حفتر، حفتر له مثل المنطقه الشرقيه، حفتر هو وجه عسكري. الان بدانا نستمع الى اصوات سياسيه تخرج من المنطقه الشرقيه ممثله للدوله المدنيه وللحكم المدني والديمقراطي في ليبيا. واعتقد انه ما سننتظره في قادم الايام سواء في بعثه الامم المتحده او في باقي يعني الهيئات المعنيه بحل الملف الليبي هو مزيد من جمع هذه الاطراف السياسيه على طاوله المفاوضات ايجاد حل ليبي يجمع بين كل الاطراف في اقرب الاوقات. شكرا لك بشير أجويني، الباحث المختص في الشأن الليبي، ونعتذر عن رداءة الصوت. في العربي اليوم بعد قليل، استنكار وشجب لبناني رسمي للأحداث المحدودة التي شهدتها العاصمة بيروت. أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر أمني بمحافظة أبيان الجنوبية في اليمن أن القوات الحكومية انسحبت من مدينة جعار، ثاني أكبر مدن محافظة أبيان، بعد ساعات من السيطرة عليها إثر هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وعلى جبهة أخرى، شنت قوات الحكومة اليمنية هجوما على مواقع الحوثيين في صرواح بمحافظة مأرب، واستولت على مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي، فيما شنت طائرات التحالف على مواقع للحوثيين في مديرية اكتاف بمحافظة صعدة. الطريق أوصدت مجددا أمام قوات الحكومة اليمنية في معركتها لاستعادة زنجبار عاصمة محافظة أبيان بعد أن سيطرت على جعار، ثاني أكبر مدن المحافظة لساعات. لكن هذه القوات أعلنت لاحقا انسحابها من جعار بعد معارك ضارية مع قوات التدخل السريع التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، معارك تسببت بإغلاق الخط الدولي الرابط بين مدن عدن وأبيان وشبوة وحضرموت مع تعليق حركة المسافرين. مواجهات تصاعدت حدتها في الجنوب منذ إعلان المجلس الانتقالي أواخر أبريل الماضي تدشين الإدارة الذاتية للجنوب، إعلان جاء بعد فشل الطرفين الحكومي والانتقالي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشقيها السياسي والعسكري، وسط خلاف بين الطرفين حول إعطاء الأولوية لأي من الشقين. فبينما يصر المجلس الانتقالي على إعطاء أولوية للشق السياسي عبر البدء بتعيين محافظ لعدن، تطالب الحكومة بتنفيذ الشق العسكري أولا. القوات الحكومية تخوض معارك على جبهات عدة، ومنها جبهة مأرب التي شنت فيها هجوما على مواقع الحوثيين في صرواح بالمحافظة، مستولية على مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي. وبموازاة ذلك، شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي غارات على مدينة صعدة، معارك يشتد وطيسها على وقع أزمة إنسانية لم تشهد لها البلاد مثيلا في العصر الحديث بحسب هيئة الأمم المتحدة التي عجز مبعوثها عن وقف حرب مضى عليها أكثر من 5 سنوات. ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل، هل هدأت وتيرة القتال على جبهة جعار في أبيان بعد انسحاب القوات الحكومية إثر هذا الهجوم المضاد لقوات المجلس الانتقالي؟ نعم مسام، يعني الآن الهدوء الحذر هو سيد الموقف في أبيان عموما وفي جعار وزنجبار على وجه التحديد، ولكن وفق شهود عيان وسكان محليين فإنه قبل
قليل من الآن توجهت عشرات العربات العسكرية وحاملات الجند غادرت منطقة العريش في الاتجاه الشرقي من عدن متجهة إلى محافظة أبين دعما لقوات المجلس الانتقالي وتحسبا على ما يبدو لمعركة قادمة قد تشهدها الساعات القادمة، وذلك بعد أن كانت معارك الكر والفر تواصلت خلال الساعات الماضية. كانت القوات الحكومية سيطرت على مناطق المخزن ومشارف جعار بعد معارك عنيفة مع قوات الانتقال الجنوبي سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، وما لبثت بعد ذلك إثر هجوم مضاد لقوات الانتقال أن تراجعت إلى منطقة الطرية والدرجاج شمالي منطقة زنجبار مركز محافظة أبين. هذا بالنسبة لحالة الوضع في أبين الآن. يمكن التأكيد على أن دعما عسكريا كبيرا على ما يبدو في طريقه لقوات الانتقال الجنوبي في هذه اللحظات، وهو ما ينبئ عن ربما معارك قادمة خلال الأيام الساعات القادمة. بالنسبة للاتجاه الآخر، كانت منطقة نجد العتق الواقعة في الاتجاه الشرقي من نهم بين صرواح ونهم قد شهدت معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المسنودة من التحالف، وتقول القوات الحكومية إنها تمكنت من السيطرة على بعض المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، كل ذلك طبعا بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لطيران التحالف السعودي الإماراتي الذي شن عددا من الغارات بالتزامن مع هذه المعارك، وخاصة هذه الغارات تركزت على معسكر اللبنات في محافظة الجوف شمال شرق البلاد وعلى مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. خليل القاهري مراسلنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من صنعاء. أصدرت كل القيادات السياسية اللبنانية بيانات استنكار وشجب للأحداث المحدودة التي شهدتها العاصمة بيروت وسط استنكارات للشعارات الاستفزازية وكذلك دعوات لوأد الفتنة. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 25 عنصرا من أفراده بجروح أحدهم جراحه بليغة خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت ليلة السبت. هكذا بدا المشهد ليلا في العاصمة بيروت، أحداث توتر سرعان ما رفضتها الطبقة السياسية. رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان دعت إلى وأد الفتنة، فيما جددت قيادات وأحزاب سياسية عدة كالمستقبل وحزب الله رفضها لكل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتوتر بكافة أشكاله. في الشارع ثمة من يوجه سهام الاتهام إلى الأحزاب، أحزاب يقولون إنها توقظ الخلافات لخدمة أجنداتها السياسية ثم تتبرأ منها. ألعيب يقول نشطاء إن السلطة اعتادت على استخدامها لضمان بقائها. ما حصل ليلة أمس هو فعلا يعني ما دأبت قوى السلطة على فعله، شحن طائف للشارع من كلا الجهتين واستخدامه حين يحتاجون إلى زخم مقابل زخم الثورة والساحات للفت الأنظار من جهة أخرى، ومن ناحية أخرى للتهويل على الناس حتى يتجنبوا النزول إلى الشارع والتعبير عن رأيهم. عاد الهدوء إلى كورنيش المزرعة حيث حصلت المناوشات، لكن ما وقع هنا بالنسبة لهؤلاء هو سيناريو رعب مكرر، وكأن الواقع الاقتصادي وما تمر به البلاد لا يكفي كما يقولون. ما ناقصنا مشاكل، والوضع الاقتصادي كتير يعني بالمرة ما في يعني نعم نقدر نعيش، اللي عم تقدر تاكل اللي عم تقدر تشرب، تروح على الشغل نص معاش بيعطوك. وكما كورنيش المزرعة كذلك خط صيدا القديم الذي شهد مواجهات محدودة. هنا أيضا كان رد الفعل الأولي لدى شريحة كبيرة من السكان عربت عن سأمها من هذه المشاهد. مرت أحداث السبت ورغم أن جميع الأطراف نفت مسؤوليتها، لكن بعض النشطاء يقولون إن هذه التطورات حملت رسائل أمنية وسياسية وقد يكون لها انعكاس على مستقبل حركة الشارع المعترض. محمد شبارو، العربي، بيروت. تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، ضعينا في حصيلة هذا النهار بعد ليلة متوترة للغاية في بيروت.
اليوم الاتصالات السياسية هي الأبرز بعد ليل المواجهات الذي حصل بالأمس، اتصالات سياسية وعسكرية وأمنية بطبيعة الحال. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أجرى مجموعة من الاتصالات والزيارات، التقى رئيس البرلمان نبيه بري ويلتقي في هذه الأثناء رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، إضافة إلى اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في سرايا الحكومي، وانتهى منذ بعض الوقت فقط، حضره إلى الوزراء الأمنيين أيضا قادة الأجهزة الأمنية. الأجواء ميدانيا هادئة نسبيا هنا في ساحة الشهداء التي كانت ساحة مواجهات بين المتظاهرين بالأمس وقوات الأمن اللبنانية من جهة، وبين أيضا المتظاهرين وسكان بعض شبان منطقة خندق الغميق، أيضا اليوم هي هادئة باستثناء انتشار أمني للجيش اللبناني في هذه المنطقة ووجود لقوات الأمن اللبنانية. أي مظاهر للمتظاهرين أو أي تحركات شعبية لم تحصل اليوم داخل الأحياء السكنية التي شهدت بالأمس مواجهات، أعني هنا منطقة طريق الجديدة وبربور ومنطقة الشياح وعين الرمانة، كانت هادئة جدا بعد ليل الأمس وبعد المواجهات والإشكالات التي حصلت بالأمس. هناك محاولة وهناك يبدو قرار سياسي بتطويق هذه الإشكالات من مختلف القيادات السياسية اللبنانية، لأنه بالنسبة لهؤلاء فإن الوضع في لبنان لا يحتمل مزيدا من الخلافات ومزيدا من الإشكالات، إن كان هذا سينعكس على الوضع الداخلي وإنما أيضا سيعطي إشارات سلبية للخارج الذي يعول عليه لبنان اليوم لحل أزمته الاقتصادية والخروج من المأزق الذي يعاني منه. النائب وليد جملاط اليوم شدد على وجوب استمرار الحوار مع صندوق النقد الدولي للخروج من هذه الأزمة على الرغم من التعقيدات التي تشهدها الساحة الداخلية اللبنانية. مواقف عديدة كما ذكرنا أيضا وكما ذكر زميلي محمد في تقريره لوأد الفتنة ولضبط النفس ولعدم الانجرار إلى إشكالات قد تفتح جبهات لا يمكن السيطرة عليها. هذا هو باختصار المشهد في لبنان اليوم. شكرا لك جويس الحشخوري مراسلتنا من بيروت. شهدت سعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 36 وفاة. يأتي هذا بعد أن تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالوباء في المملكة عتبة 100,000 لتصبح أول دولة عربية من حيث عدد الإصابات المؤكدة. مددت السلطات العراقية حظر التجوال الشامل في عموم البلاد بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا. الإجراء الحكومي يقضي بفرض حظر للتجوال أسبوعا ابتداء من اليوم الأحد وحتى 13 من يونيو حزيران الجاري، في وقت ألقى الوباء بظلاله بتعطيل العمل والمصالح والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي زاد من نقمة العراقيين على تلك الإجراءات. تستمر الإجراءات المشددة ويستمر معها تمديد حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد لأسبوع آخر. قرار السلطات هذا جاء بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء القاتل، لكنه جاء مخيبا لآمال آلاف العمال وأرباب العمل. أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة هذا الرجل المسن على ترك منزله والمجازفة بالخروج لعمله، علّه يستطيع فتح محله المغلق منذ أشهر. إحنا الاقتصاد مالنا منهار، يعني الشعب تعبان ما عنده درهم، يعني أكو واحد دواء ما يقدر يشتري، لا هم ينطون للشعب ولا يطول حتى راتب بالتقاعد ما ينطون. ومع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا تلقي الأجهزة الصحية باللائمة على المواطن الذي لم يلتزم بإجراءات المنع والوقاية رغم نصائح خلية الأزمة. كل شخص يسمعني ويشوفني خليك بالبيت، تحمل هذه الفترة حتى تضمن سلامتك وسلامة أسرتك وأطفالك وعائلتك، خليك بالبيت. مع ذلك تجوب الفرق الصحية الجوالة الأحياء السكنية ذات الكثافة، علها تنشر الوعي وتحد من انتشار الفيروس. الرجاء الالتزام بالإرشادات الصحية. فيما يبقى الشارع على أمل بزوال هذا البلاء. رغيف الخبز وليس سواه هو ما يجبر هؤلاء الناس على كسر حظر التجوال في زمن كورونا،
وباء وضع العراقيين أمام خيارين أحلاهما مر، إما الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحتم البقاء في المنزل أو الخروج للعمل ومواجهة مخاطر ذلك وتبعاته الصحية. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. رغم قرار السلطات الإيرانية إعادة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن الأمر لا يكون بهذه السهولة. فشبح كورونا لا يزال يخيم على المواطنين، وهذا ما نجم عنه تراجع حاد في قطاع المطاعم والمقاهي والخدمات السياحية والترفيهية. من الصعب أن تستعيد طهران ضجيج حياتها المعهود، وعلي الخالية ملامحه من التفاؤل بعد أشهر ثلاثة من إغلاق محله يكابد هموم تراكم إيجاراته، كما أن زبائنه في زمن كورونا ليسوا كما قبل. سلوك الإيرانيين المشوب بالقلق بدأ أكثر وضوحا في دربند، إحدى أبرز المناطق السياحية في العاصمة. بالتأكيد نحن قلقون، ولكن في الوقت نفسه بتنا نعاني من أزمات نفسية وجسدية من بقائنا في المنزل. لتغيير الأجواء نحن مجبرون على الخروج، خاصة وأن الفيروس حسب التقارير الطبية سيبقى. مر الربيع سريعا على دربند مغلقة بجور الوباء، فتبخر موسم انتعاشها متنفسا ودخلا معتادا لأصحاب المطاعم والمقاهي. عادت الحياة إلى شرايينها، لكن ببطء يفرضه الالتزام بالإجراءات الوقائية وهواجس تفشٍ جديد للوباء. إغلاق المحال ثلاثة أشهر سبب لنا أزمات قاسية، وحاليا انخفض عدد الزبائن بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. نسعى للالتزام بالإجراءات الصحية، وقد جلبنا معنا المعقمات والكمامات، ويصعب التقيد أكثر من ذلك. تأثر قطاع السياحة في إيران فاقم البطالة، وهذا ما لا تريده السلطات في هذه المرحلة على وجه الخصوص. إلى هنا يلجأ الإيرانيون لتناسي همومهم وأزماتهم بسبب اقتصاد متعثر ووباء ينتشر وقد يزيد خلال الأشهر المقبلة حسب خبراء الصحة، مما سيعيد حرمانهم من الاستمتاع بمناطق كهذه. ياسر مسعود، العربي، دربند، أقصى شمال طهران. والآن مشاهدينا إلى فقرتنا اليومية، كورونا وحياتنا. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة كورونا وحياتنا. يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى إيجاد أرضية موحدة في الملاعب، ومع الأندية والاتحادات تراعي المتطلبات الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. قد شرعت بعض الحكومات بالتعاون مع المسؤولين عن اللعبة إلى وضع معايير سلامة ووقاية تشمل جمهور كرة القدم واللاعبين والطواقم الفنية. بالضربة القاضية نال فيروس كورونا من لعبة كرة القدم، شلها شلا وتحولت معها ملاعب المستديرة الساحرة إلى ساحات انتظار يقتلها الملل، كحال هذا استاد الألماني بمدرجاته الصامتة، مقاعد اللاعبين فارغة وغرف تغيير ملابسهم أيضا، وحتى المداخل التي لطالما ضاقت بالمشجعين تنتظر من يطرق أبوابها المغلقة في هذا المكان. وبفتور تبدلت الصورة بعد أشهر من الانتظار، وامتلأت بعض الملاعب بآلاف المشجعين لكن غير الاعتياديين. فهذا الجيش من المشجعين الألمان لا روح فيه ولا حياة، ولا يكترث بالوباء الفتاك أو شرط التباعد وأدوات الوقاية. هو مجرد جمهور افتراضي مزروع زرعا هنا لبث بعض الحيوية على المباريات التي عادت بخجل إلى هذا الملعب كغيره من الملاعب عالميا على قلتها. اتحادات اللعبة تدرس إعادة بطولات كرة القدم قريبا في زمن فيروس كورونا، وأندية معروفة تنشط على خط تدريب اللاعبين وتحسين قوامهم بعد فترة طويلة من التوقف.
وبنفس الوتيرة ثمة من يبحث عن حلول لمشاكل التباعد والتخالط والتزاحم في الملاعب بناء على أسس لا تفقد كرة القدم رونقها ولا تجعل منها مصيدة للفيروس. ينضم إلينا مشاهدينا من الدوحة الصحفية المختص في الشأن الرياضي في صحيفة الرأي عبد الناصر البار. عبد الناصر أهلا بك. يعني الجميع يتساءل، عشاق كرة القدم حول العالم أجمع يتساءلون بأنه بعد كورونا هل من تغييرات جوهرية قد تصيب هذه اللعبة الأشهر عالميا؟ مساء الخير عليك وعلى كل متابعي تلفزيون العربي. نعم، فيروس كورونا أضر يعني بكرة القدم مثل ما أضر بكل القطاعات، لكن ما قد يحسب لكرة القدم أنها ممكن أول لقاح واجه فيروس كورونا من خلال عودة الدوري الألماني للمنافسة، ولو أنه يعني عودة الدوري الألماني كان مثل يعني طعام بدون ملح، يعني ما شاهدنا ولا شيء إلا مباريات مدرجات أشباح، لا يوجد يعني لجماهير ولا شيء، يعني الجميع مضطر أن يتابع كرة القدم في هذا الظرف الاستثنائي. الأكيد أنه شاهدنا يعني بعض التغييرات، مثلا اعتماد الفيفا وبعض الأندية يعني اعتماد التغيير الخامس، كذلك الخضوع جميع الأندية التي تريد العودة إلى المنافسة إلى بروتوكول طبي من خلال الخضوع إلى فحوصات فيروس كورونا قبل بداية التدريبات وقبل انطلاق المنافسات، التباعد، ارتداء الكمامة، الجلوس في تباعد في بنك الاحتياط، كل هذا يعني أثر وكانت هناك تغييرات كثيرة على كرة القدم غير كرة القدم التي تعودنا عليها قبل فيروس كورونا بالجماهير. طيب عبد الناصر، ماذا بالنسبة إلى الجماهير؟ يعني هناك قلق كبير حول وضع الجماهير وأيضا مرتادي الملاعب، يعني هناك نوعا ما سيناريو مشابه حول قطاع الطيران والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن. هل ممكن أن يكون هناك سيناريو مشابه إن كان للجماهير داخل الملعب وحتى الجماهير خارج الملعب؟ بالنسبة للجماهير الموضوع صعب جدا، لأنه اليوم نحن نتكلم يعني عن شيء اسمه الصحة أولا، يعني قبل كرة القدم وقبل التشجيع وقبل كل شيء. قد تكون هناك بروتوكول، مثلا قد لا تكون ملاعب يعني مملوءة عن آخرها، قد تكون يعني نسبة معينة، مثلا إذا شاهدنا مثلا في مباراة ريال مدريد أو برشلونة آلاف، ممكن قد يلجأ مثلا يعني ملعب مثل كامب نو 90,000 و80,000 ممكن شاهد 10,000 5,000 ويكون هناك تباعد، يعني سيناريو قريب ليس بالبعيد. لكن أعتقد أنه في الظرف الحالي أنه صحة الإنسان هي الأولى، بإمكانك التشجيع أنك تقوم بالتشجيع من بعيد، هنالك إجراءات يعني شركة تكنولوجيا قامت يعني ببعض الإجراءات، مثلا يعني بإمكانك تشجيع إذاعة أصوات خلال المباريات، ولكن في الأخير مثل ما قلت لك صحة الإنسان أولى من تشجيع. صحيح، لكن يمكن عدم بوجود الجماهير كما كانت عليها سابقا عبد الناصر قد تفقد مباريات كرة القدم نوعا ما من نكهتها الخاصة. شكرا جزيلا لك من الدوحة الصحفية المختص في الشأن الرياضي في صحيفة الرأي عبد الناصر البار، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. خرجت مظاهرة في مدينة السويداء السورية تطالب بإسقاط النظام السوري احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. واحتشد المتظاهرون وسط ساحة المدينة مرددين شعارات الثورة السورية ومطالبين برحيل بشار الأسد ونظامه وخروج إيران وروسيا من سوريا. تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح أبواب المسجد الأقصى النساء المرابطات عند أبوابه، والتي يشكلن لبنة أساسية في التصدي للاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم. هنادي الحلواني إحدى المرابطات التي رافقتها كاميرا التلفزيون العربي في يوم استلامها قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى والذي تجدده سلطات الاحتلال بشكل دوري على مدار 5 سنين. هنا باب الخليل، المدخل الغربي للبلدة القديمة، يتفرع منه درب آخر لآلام المقدسيين والمقدسيات، وخصوصا آلام الإبعاد عن المسجد الأقصى. وعلى خطى كثير من المرابطات المستهدفات في الفترة الأخيرة، تسلك هنادي الحلواني هذا الصباح طريقها إلى محطة شرطة الاحتلال لتسلم قرار الإبعاد. تراوح هنا انتظارا ومن هذه النافذة تستلم. قرار استلمته حاليا مدة 6 أشهر، قرار إداري
السنوات الأخيرة، يعني أنا تسلمت كل القرارات إدارية. هذا القرار مش قادر أحسب رقمه قديش، ولكن صرت أحسب بالسنوات بالفترة الأخيرة، لأنه تقريبا إلي 5 سنين بأخذ قرارات وراء بعض. قد يمنع قرار الاحتلال الإسرائيلي كثيرات من الدخول إلى الأقصى، لكنه غير قادر على منعهن من الاطلاع على أحواله والتدوين عبر شبكة الإنترنت، أو حتى اعتلاء أحد المشارف المطلة عليه كما فعلت الحلواني. فأنا بطلع على هذا المطل علشان أحس أني أنا شاركت في هذا الحدث. مثلا هبة الرحمة بعد إغلاق 16 سنة كان في فرحة عارمة داخل المسجد الأقصى، شاركت الناس من خلال وجودي على هذا المطل، سمعت تكبيراتهم، كنت أكبر معهم وأبكي معهم. استهداف المرابطات وإن دل إنما يدل على تأثير للنساء المقدسيات يخافه الاحتلال ويؤرق منامه، فمقاومة وجوده هنا مهمة تتشاركها المقدسيات والمقدسيون على حد سواء. أميل خطيبة تلفزيون العربي، القدس المحتلة. إلى الصحراء الموريتانية، حيث تعود رحلات الاستكشاف الأوروبي للمنطقة، ويعود معها المستكشف الفرنسي تيري تيليك لاستكشاف الصحراء الكبرى، وهو آخر المستكشفين الأوروبيين منذ القرن 19، وعلى رأس قافلة من 9 جمال مع 3 فرسان آخرين. يقود تيليت رحلته التي بدأت قبل وباء كورونا مرتديا قميصا قديما وصندلا مهترئا ووشاحا بدويا يحمي رأسه من الشمس، متجها شرقا من تيشيت إلى ولاتا. Ça c'est 40 litres. 30 litres. Non, oui. 30. Oui. ونختتم برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. رويدة، فيديو اليوم يتحدث عن صانع أحذية روماني وصنعه لأحذية غريبة الهدف منها فرض التباعد الاجتماعي. Așteptăm clienții cu data de 1 iunie. I-am pus și pantofii.